الفوز بجائزة الشيخ زايد وهي جائزة ذات تاريخ مرموق تعني أو يعني لي الكثير، يعني مزيدا من الالتزام إزاء المتلقي، مزيدا من الالتزام إزاء الواقع المحلي وإزاء الحلم الإنساني عموما، مزيد من الالتزام إزاء لغتي وإزاء رهاني على التعبير عن كل ما هو جميل وخير في هذه الحياة. فوز كتابي هذا برهان آخر جديد يضاف إلى براهين سابقة أنني على الطريق الصحيح في الكتابة، وأن الكتابة مسؤولية عظمى أخلاقية وإنسانية وجمالية. النصيحة الذهبية التي نصحني بها أساتذتي والتي أنصح بها تلامذتي أو طلاب أو الأدباء الجدد، أن عليهم أن يبدأوا من أنفسهم من تجاربهم الملموسة، وأن لا يقلدوا صوتا آخر مهما كان هذا الصوت جذابا ومهما كان مثيرا للقراء، وأن يرتقوا بصلتهم بهذه اللغة إلى مستوى العشق ومستوى الشغف، بحيث يصلون إلى نقطة يتحدثون هذه اللغة ويتماهون معها ويحسون باعتزاز تام أنها هويتهم وأنها وجودهم، وبالتالي أي إبداع يبدعونه يتنزل عليهم من خلال هذه اللغة ويعبرون به عن انتمائهم لهذه اللغة.